قناة السويس بالأمس واليوم. ننتقل إذن إلى الجزء الثاني الذي يعنى بالتاريخ المعاصر للقناة، ومعنا مداخلتان اثنتان. الأولى للبروفيسور فتحي صالح حول قناة السويس من عصر سيزوستريس وحتى يومنا هذا. البروفيسور فتحي صالح هو مستشار رئيس الوزراء المصري لشؤون التراث ومدير المركز الوطني للتوثيق حول التراث الثقافي الوطني التابع لمكتبة الإسكندرية، وهو أيضا أستاذ الهندسة وعلوم الحاسوب في جامعة القاهرة وممثل مصر سابقا لدى اليونسكو، وهو بالتالي شخصية مهتمة بعدة تخصصات. حصل على دكتوراه في فرنسا في عام 70، وكذلك في عام 92 أسس قسم الحوسبة في جامعة القاهرة علوم الحاسب الآلي، وأنشأ أيضا مركز كولتورنت. في 2004 حصل على جائزة ستوكهولم لتوثيق التراث. الدكتور فتحي صالح سوف يحدثنا عن قناة السويس من عهد سيزوستريس وحتى يومنا هذا. الكلمة لك دكتور. شكرا جزيلا على هذا التقديم. لن أكرر بعض الأمور التي سبق وقالها زملائي، وبالتالي بالطبع يعني يتعين علينا جميعا أن نحيي الحاضرين، لكن الحاضرين كثر ولا يمكن أن أتذكرهم واحدا بواحد. كما ترون في عنوان هذا العرض، فإني سأتحدث عن قناة السويس منذ عهد سيزوستريس وحتى يومنا هذا. لماذا اخترت هذا الموضوع؟ لأن فكرة قناة السويس فكرة قديمة للغاية، يعني لم نبدأ بالحديث عن قناة في القرن 19 فحسب، بل كانت هناك فكرة بإنشاء قناة في هذا المكان منذ عصور قديمة جدا. ونرى أن في عهد الفراعنة كانت هناك أفكار كثيرة كلها تتكرر اليوم، وكأننا لم نبتكر شيئا، وكأن الفراعنة هم من ابتكروا كل شيء. الشريحة الأولى هنا تحت عنوان قناة الفراعنة. هذه القناة أنشئت منذ الزقازيق وحتى الفرمة، وكانت تصل حتى بحيرة عامر، وسوف أعرض الصورة على الشاشة. نرى هنا إذن جزئين من هذه القناة في الوادي هنا، والجزء الثاني في أسفل الصورة. هذه القناة إذن كانت كما قلت، فإن العملية بدأت بنفس الطريقة، أي بحفر قناة تبدأ من النيل وحتى البحيرة المرة، و كما نرى في الصورة، وكان ذلك على الأرجح في عهد سينوسيرت أو سيزوستريس. إذن في هذه الفترة ليس لدينا توثيق واضح أو دليل واضح موثق على أن هذه القناة شقت بالفعل في هذه الفترة تحديدا، ولكن هذا مكتوب في كتب بعض المؤرخين وعلماء الجغرافيا في فترات لاحقة. إذن إذا أخذنا هذا التسلسل الزمني، نرى عهد سينوسيرت في عام 1850 قبل الميلاد كان هناك هذا الحفر المتوقع، أو الذي نقدر أنه كان في هذه الفترة تحديدا. وخلال العهد الفارسي إذن مع داريوس
ملك الفرس الذي جاء إلى مصر في 500 قبل الميلاد تقريبا، كان هناك قناة حفرت بالفعل ووثق ذلك بشكل دقيق. بعد ذلك في عهد البطالمة تم إعادة حفر قناة، وتم الإشارة إلى ذلك في ما يسمى أيضا بالنص المتعلق بقناة تراجان. وعند مجيء عمرو بن العاص إلى مصر فقد تم حفر قناة للمرة الرابعة أو الخامسة في هذا الصدد. وأخيرا نابليون بونابرت عندما جاء إلى مصر اكتشف القناة القديمة، قناة الفراعنة الأولى إذن. وبعد ذلك بالطبع تم حفر قناة السويس التي نعرفها في عام 1869 كما تعرفون، والآن هناك المشروع الجديد لحفر القناة الثانية في عام 2015. نرى هنا صورة للملوك أو الفراعنة الذين خاضوا في هذه العملية: سينوسيرت، سيزوستريس، داريوس، البطالمة، ثم عمرو بن العاص. بما أن ليس لدينا صورة لعمرو بن العاص بالطبع، لدينا صورة هذا المسجد جامع عمرو في القاهرة. ثم لدينا بالطبع اكتشاف نابليون بونابرت للقناة الأولى، والصورة الأخيرة ترونها لإسماعيل باشا الذي افتتح القناة الحديثة التي نعرفها. في عهد سينوسيرت سيزوستريس ترون هذا التمثال الرائع بالطبع لسينوسيرت، وهو موجود في متحف السويس. هناك متحف رائع في مدينة السويس، والقائمون عليه ملتزمون فعلا بعرض تاريخ القناة بأنشطة متعددة استعراض هذه القناة بكل جوانبها. ليس لدينا توثيق دقيق فيما يتعلق بعهد سينوسيرت أو بشق القناة الأولى في عهد سينوسيرت، ولكن الكاتب سترابو قال إن هناك بالقرب من البحر الأحمر ميناء يسمى بدانوي، كان سينوسيرت يهدف إلى أن يشق بالقرب منه قناة من الدلتا وحتى هذه النقطة، وهذا يتجاوز 60 ميلا. بعد ذلك جاء ملك الفرس داريوس، جاء إلى مصر، ويقول سترابو بعدها جاء ملك الفرس داريوس الذي فكر في نفس الشيء، وبعد منه البطالمة الذين حفروا على عرض 100 قدم وعمق 30 قدم و 35 ميلا حتى البحيرات المرة. المهم هنا هو أنه منذ عهد الملك الفارسي داريوس وجدت 4 لوحات تذكارية في وادي طميلات، وعلى إحدى هذه اللوحات نرى كتابات تعود لعهد داريوس وتقول: أنا الملك داريوس، أنا من بلادي فارس، لقد غزوت مصر وأمرت بحفر هذه القناة بين نهر النيل وبين البحر، وكما أمرت تم حفره، ومرت السفن من مصر وحتى بلاد فارس كما أردت. ونرى أن هذه القناة كما نرى في الصورة كانت تهدف إلى ربط النيل ببلاد فارس في هذه الفترة كما نرى على الصورة. إذن هل يمكن أن نطفئ الأضواء؟ يقول الدكتور فتحي هل يمكن إطفاء الأضواء هنا؟ شكرا. إذن تم حفر هذه القناة بدءا من بلادي فارس لكي يكون هناك مسار لنقل البضائع المصرية إلى بلاد فارس. كما قلت
فقد وجدت 4 لوحات تذكارية على طريق هذه القناة. ثلاثة منها وصلتنا بالفعل. كانت هناك لوحة رابعة في سيرابيوم ولكنها اختفت تماما، نقلت إلى متحف اللوفر وبعدها بسنتين اختفت. إذن من بين اللوحات 4 لا يوجد الآن سوى 3 منها. هناك واحدة مهمة جدا في تل مسقوطة وجدت هناك ونقلت إلى المتحف المصري في القاهرة، والثالثة كانت في كبريت ونجدها اليوم في متحف السويس الذي أبهرني بالفعل، هو متحف رائع. وأخيرا كانت هناك لوحة رابعة في منطقة كوبري قرب السويس. أنا شخصيا لم أجد الرابعة لكنني ما زلت أبحث. إذن الثلاثة الأوائل وجدت ونقلها عدد من علماء الحفريات وعلماء الآثار. أجزاء من هذه اللوحات اختفت ولكن كان قد تم نقلها في الماضي وبالتالي لدينا أثر منها. حتى مع ما تم نقله للأسف هناك أجزاء تنقصنا. إذن بالنسبة إلى لوحة تل المسقوطة والتي نجدها في المتحف المصري في القاهرة، هناك 7 أجزاء هنا وهناك بعض الأجزاء التي تنقص. هناك جزء مكتوب بالهيروغليفي والجزء الآخر مكتوب بالكتابة المسمارية. ونرى هنا أن السيد جايو الذي كان يعمل في الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وجد هذه اللوحة في عام 1864. ونرى هنا اللوحة كما وجدناها في المرة الأولى قبل الترميم. هذه اللوحة مكونة من 3 أجزاء، الجزء الأول في أعلى اللوحة، ثم الجزء في وسط الصورة، وأخيرا الجزء الثالث في الأسفل. الجزء الأول يحتوي على اسم الملك أو ما يسمى بالخرطوش الذي يحمل اسم الملك داريوس. ثم لدينا صورة تمثل القطرين المصريين إذن، ونرى أيضا نص ديني في أعلى الرسم. في وسط اللوحة نجد الدول 24 التي تمثل أو تكون الإمبراطورية الفارسية، وأخيرا في أدنى الصورة نجد النص نفسه الذي يصف بناء القناة. وكما قلت فهناك جزء مكتوب بالهيروغليفية والجزء الآخر مكتوب بالكتابة المسمارية. اللوحة الثانية كما قلت ضاعت، أما الثالثة فهي كانت موجودة في كبريت، كانت مقسمة إلى 35 قطعة مع 17 جزئية مكتوبة بالهيروغليفية و18 مكتوبة بالكتابة المسمارية، واكتشفها شارل دي ليسيبس وهو شقيق فرديناند دي ليسيبس، وأجزاء كثيرة منها اختفت ونقلها كل من ليسبيوس وفاسيلي الذين نقلوا إذا نص هذه اللوحة. والجزء الموجود منها إذا نجده في مدخل متحف السويس، ولكن جزء منها أيضا نقل إلى متحف اللوفر وهذا ما نراه على الجانب اليمين من الصورة. هذه هي الأجزاء 17 التي تكون هذه اللوحة. هذه هي اللوحة، هي كبيرة جدا في الواقع، تتجاوز 3 أمتار من الارتفاع. كنا نزورها إذن في المتحف كما ترون. إذن 3 أمتار و20 سنتيمتر، أي ضعفي الطول المتوسط لإنسان إنجاز القول، والعرض هو متران تقريبا،
والسمك هو متر تقريبا. هذه إذن هي اللوحة التي نجدها بعد ترميمها في السويس. أضفنا على مستوى الإنفوغراف إذن الجزء الموجود في اللوفر لكي نتخيل كيف كانت برمتها في البداية. وهذا في ظهر اللوحة جزء مكتوب بالهيروغليفية، وبالإضافة إلى ذلك توجد رسوم. وبالتالي ما نراه بالأصفر هو ما يوجد اليوم والباقي قد اختفى. في منطقة الكوبري وجدنا اللوحة الرابعة، لم أجد سوى هذه الجزئية التي نراها على الشاشة، ولكن لم أجد باقي اللوحة. هي بالتأكيد موجودة في مصر لكن لست أدري أين هي وما زلت أبحث. هي من الجرانيت الزهري واكتشفها لينان دو بلفون، وربما أرسلت هذه اللوحة إلى الإسماعيلية لكنني لم أجد أثرا لها هناك. بالنسبة لبطليموس الثاني فهو قام أيضا بالحفر، وهناك لوحة في متحف السويس تشير إلى هذا الموضوع. وفي القرن الثاني قال عالم الفلك بطليموس إن هناك ما يسمى بقناة تراجان تنقل بين أو تربط بين نهر النيل وبين البحر، البحر الأحمر. في عهد عمرو بن العاص أراد الفاتح أن يربط نهر النيل بشبه الجزيرة العربية وبمدينتي مكة والمدينة المنورة. إذن الحاكم الأول كان يريد ربطها ببلاد فارس، أما الحاكم العربي فأراد أن يربطها بشبه جزيرة العرب، أن يربط مصر بشبه جزيرة العرب. وقد وجدت نصا يتلو هذه القصة، وكان الخليفة عمر بن الخطاب يراسل عمرو بن العاص فقال له: يا عمر، لقد تم فتح مصر للإسلام لأن مصر فيها الكثير من النعم والخيرات، وعلينا أن ننشئ قناة بين نهر النيل وبين البحر مما سييسر نقل الأغذية إلى المدينة وإلى مكة، لأن نقل هذه البضائع على ظهر الجمال أو على ظهر البعير أمر متعب. وكان هذا إذن مفاد النص، بالطبع ليس هذا النص الأصلي ولكن مفاد معناه. وقد شجع عمر بن العاص، عمر بن الخطاب عمرو بن العاص على تنفيذ ذلك بالفعل، وقال له: ينبغي أن تشق هذه القناة في سنة أو أقل من ذلك. وبالتالي قام عمرو بن العاص بجمع العمال لكي يبدأوا حفر القناة بدءا من الفسطاط حتى يربط إذن بين نهر النيل وبين البحر الأحمر. وانتهى هذا العمل بالفعل في سنة واحدة، وبدأت السفن تنقل بالفعل الأغذية والحبوب من مصر إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة. ماذا عن عهد الجنرال بونابرت؟ لقد جاء واكتشف القناة التي حفرت في عهد الفراعنة، واكتشف أيضا القناة الأخرى التي حفرها عمرو بن العاص. وكما قال أحد الزملاء هذا الصباح، فإن نابليون بونابرت عند وصوله إلى مصر كان قد ذهب إلى السويس وتركها في العام السابع من الثورة الفرنسية، أي في عام 1798 باتجاه الشمال. إذن
على بعد 10 كيلومترات تقريبا من السويس وجد بواقي أو آثار للقناة الأولى التي كانت قد حفرت. سار إذن على هذه المسافة من 10 كيلومترات كما ترون ذلك على الشاشة، وواصل السير على نفس الطريق أو في نفس الاتجاه نحو الشمال على مسافة 16 كيلومترا، ووجد كما قلنا أثار هذا القناة ما ترونه باللون الأحمر على الرسم. ثم انتقل إلى منطقة صحراوية، أمضى الليل في مكان يحمل اسم عجرود بالعربية، أمضى الليلة إذن في هذا المكان. وفي اليوم التالي سافر أو استمر في السفر شمالا في الصحراء على مسافة 40 كيلومترا، ثم في اليوم التالي انتقل إلى بلبيس سعيا لإيجاد الجزء المتبقي من هذه القناة. كان يريد إذن أن يعيد تشكيل هذه القناة أو أن يجد أثارها متكاملة، فوصل إلى هذا الوادي ووجد بالفعل النصف الآخر من قناة الفراعنة التي كانت موجودة في هذا المكان. إذن استكشف الجزئين الاثنين. وعند عودته إلى القاهرة كان راضيا عن هذه الجولة الاستكشافية، وطلب من المهندس كبير المهندسين السيد لوبير أن يسافر إلى سويس وأن يأخذ معه ما يخفي من الأشخاص والعتاد لكي يقوم بالقياسات الهندسية لكل هذه المنطقة. سافر إذن لوبير إلى هذا المكان مع فريقه، قام بثلاث رحلات لكي يستكشف أجزاء هذه القناة ويقوم بقياسها، وهذا ما فعله بالفعل، ورأى أن هناك فارق بين الاثنين بين الجزئين، وبالتالي لم ينتهي المشروع في عهد بونابرت. وعندما جاء فرديناند لوسيبس وبداية حفر القناة، فهو قد وضع هنا لوحا تذكاريا وكتب عليه إن جزءا من هذا من هذه القناة يعود لعهد الفراعنة، وأن نابليون بونابرت كان قد اكتشف هذه الجزئية. هذه إذن هي اللوحة، يقول إذن أو يتحدث عن هذه الجزئية من القناة التي تربط دلتا النيل بالبحر الأحمر، وأنه تم حفرها على عدة مراحل في عهود نيخاو وداريوس الأول وبطليموس الثاني، وتم ترميمها في عهد تراجان، وقال إنه علينا أن نعيد إنشاءها بعد أيضا أن ساهم في حفرها عمرو بن العاص وأغلقها الخليفة المنصور. قمنا بترميم هذه اللوحة قريبا في عام 2000، وفي عهد الخديوي إسماعيل هذا هو النص، نص الامتياز الذي منح من طرف محمد سعيد باشا إلى صديقه فرديناند لوسيبس، وهذه إذن هو هذا هو النص التأسيسي للشركة العالمية لقناة السويس البحرية. وهذه صورة نادرة جدا لحفر قناة السويس، لأنه في الغالب لدينا لوحات مرسومة، أما هذه فهي صورة فوتوغرافية وهي نادرة للغاية. وهنا ترون كتاب شهير جدا يحكي عن زيارة الخديوي إسماعيل مع إمبراطور النمسا وأمير بروسيا والإمبراطورة الفرنسية وأمير وأميرة هولندا، بالإضافة إلى بعض السفراء والمهندسين. إذن
هذه الرحلة تمت من بورسعيد وحتى الجسر ثم الإسماعيلية ثم السويس. وفي بورسعيد وصل أولا إمبراطور النمسا، تلاه عدد من الملوك الآخرين، ودخلت إذن كل السفن إلى القناة، وكان هناك منصة مجهزة للملوك والملكات، بالإضافة إلى بعض الاحتفالات ذات الطابع الديني. ثم كان هناك الانتقال إلى منطقة الجسر ثم إلى الإسماعيلية، حيث كان هناك مخيمات نصبت خصيصا لهذه المناسبة، وبعض الأماكن للتنزه على ظهر الخيول. وكانت هناك بالطبع احتفالات للرقص في قصر الإسماعيلية. وأخيرا وصل هؤلاء الملوك والملكات إلى السويس. وهنا نرى ميدالية تذكارية للقنال في عام 1869 احتفالا إذن بافتتاح القنال. القناة الجديدة التي نعرفها منذ القرن التاسع عشر حفرت ليس فقط للربط بين مصر وبلاد فارس أو مصر ومكة، بل ربط العالم أوصاره ببعضها البعض. وختاما، هذه هي القصة إذن في لمحة واحدة. القناة الأولى عهد الفراعنة سينوسيرت أو سيزوستريس المرة الأولى إذن، ثم لدينا في عهد داريوس الحفر الثاني لربط مصر ببلاد فارس، ثم أربع لوحات تذكارية كما قلت وجدت في مناطق مختلفة هنا على ضفاف القناة: سيرابيومت المسخوطة، ثم كبريت، ثم الكوبري بالقرب من السويس، ثم إعادة الحفر مجددا في عهد عمرو بن العاص للربط بين مصر أو بين النيل وبين شبه الجزيرة العربية، وتحديدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وختاما في القرن التاسع عشر الحفر كان بين بورسعيد والسويس، إذن للربط بين شتى أرجاء الكوكب في نهاية المطاف. والآن لدينا بالطبع المشروع الجديد الذي سيتحدث عنه الفريق مميش، وأود أن أعرض عليكم اللوحة التذكارية التي نصبت في غو أستورغ في باريس احتفالا بتسجيل محفوظات قناة السويس في سجل ذاكرة العالم. شكراً.